مرحبا، اسمي سيرين، انا ممثلة عايشة ببرلين، اصلي من سوريا. صار لي سنتين ثلاثة بعمل ترينينج تمثيل وبعمل ورشات. السنة راح اتخرج من acting in front of the camera، تمثيل قدام الكاميرا. اشتغلت 3 افلام، فيلم طلع مهرجان ب 2014، وفيلم بالبوست برودكشن، وفيلم بالبرودكشن. بالنسبة للمسرح، اشتغلت مسرح بلشت ب 2013، طلعت راقصة، وهلأ عم بشتغل مسرح إعادة، عم نعيد العرض. بلشنا ب 2017 وحنطلع مسرح نركب مسرح بتشرين أكتوبر. عم بشتغل تمثيل وغناء، بحكي عربي وبحكي إنجليزي وبحكي فرنسي وبحكي ألماني، بحكي شوي يوناني وإيطالي. هاي نقطة قوتي اللغات. حبيت أعرفكم عن حالي، وإن شاء الله يكون عجبكم هذا الفيديو. باي.